تربية الكلاب في البر، بيع الكلاب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلب، لا يجوز بيع الكلب. وحدثني أحدهم أنه صارت الآن ما نقال الموضة، لكن البعض يفعل ذلك، أن بعض البنات أو الأولاد وهذا يجيبون لهم هدية كلب. حدث أنه يهدى للأمهات أو الآباء كلاب صغار حلوة يعني جميلة ينام معها بالفراش. هذا 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 من الترف الزائد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير، والعياذ بالله. الكلب إذا دخل البيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب زرع أو ماشية نقص منه كل يوم قيراط، كل يوم قيراط. ولما سئل قال: مثل جبل أحد، حسنات تذهب، يذهبها الإنسان لأجل زرع، لأجل كلب يضعه في البيت. لا يجوز وضع الكلاب في البيوت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، تطرد الملائكة وتدخل الشياطين إلى هذه البيوت وتنقص الأجور، وهذا ابتلاء. الناس يبتلون الآن بأن الكلاب جميلة وتطيع الكلام وتونس وتلعب في البيت وكذا. طيب والله يقول لك حرام، من تطيع؟ تطيع نفسك التي تحب الكلاب، أو تطيع الله سبحانه وتعالى، مثل أهل الخمر وأهل الميسر وغير ذلك مما ذكرنا قبل قليل، هل يطيع نفسه؟ هل يقدم الدنيا أو يقدم الآخرة؟ لا يجوز بيع الكلاب ولا إهداء الكلاب ولا بقاؤها في البيت. وإنما يجوز اقتناء الكلاب لثلاثة أسباب: إما زرع لحماية الزرع، وإما للماشية تحمي الماشية، وإما للحراسة، وإما للصيد. الحراسة قياس، وإنما الذي ورد فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، وفي رواية أو زرع، فأضاف الثالثة: الصيد والماشية والزرع، وقاس عليه أهل العلم إذا كان حراسة. المهم أنه يحتاج إليه، أما يجيب لي بج صغير يحتاج إليه، هذا يبي له حراسة، صحيح. فلذلك أن الإنسان يعني لا يضحك على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة وألقى معاذيره، هو أدرى بنفسه. فلا يستجرينكم الشيطان ويدخل علينا هذه المصائب في بيوتنا، وهذه الكلاب التي تمنع دخول الملائكة وتدخل معها الشياطين وينقص من أجورنا، ومع تقصيرنا في أعمالنا وقلة أجورنا، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. فلا يجوز إهداء الكلاب للآباء والأمهات بحجة أنها تفرح بها، وإنما يهدي لها المشروعة دون المحرم، والله المستعان.